السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو أحمد معاكم على مشارف الغابة. أهلا وسهلا بالجميع. أهلا وسهلا بالجميع. أيوة هيك، خلي العدد يزيد. يا ويل قلبي، اهلا وسهلا بالجميع، اهلا وسهلا بالجميع. شرفت ابو احمد في الغابات اللايقات اللي مرتبات. نستنى العدد يزيد يزيد. جميل. اول شيء بنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة ثانية، ومنقولها ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وقد ما بدك بعدد الموجودين. بنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأكثر للي بيشوفوا الفيديو هذا مباشر، وللي راح يشوفوه بعد ما ينزل بإذن الله على الصفحة ويتثبت. أما بدي اورجيك قبل ما نفوت على الغابة، بس خليني اورجيك هالمنظر. اليوم جولة طبيعية. شوف لي اول شيء يا اخوان قبل ما نفوت على الغابة، هاي زارعينهن ذرة هون، شايف؟ قبل اقل من شهر كان يعني بجوز شبر او فتر من الارض. اليوم سبحان الله شوف شلون حقول الذرة. شوف هناك الشارع الرئيسي غاد اذا انك شايف، وهاي حقول الذرة، كورن بالانجليزي، كورن بيقولوا له. شايف شلون جماليات وشغلات لايقة؟ صحيح. فكني من الاسواق وما اسواق ومش عارف شو. هاي الذرة للبقر ممكن، ممكن، ما بعرف، ممكن للبقر. واحد كاتب الذرة هاي للبقر، والله ما بدري أنا يعني. هاي ها شايف، ها شوف، ما بدري شي ذرة بقر هي ذرة بني آدمين. المهم شوف لي هالمنظر لايق، بغض النظر، بغض النظر لايقة. شايف ها. وبعدين بدنا نروح باتجاه البوابة أو أحد البوابات الرئيسية للغابة. الغابة هاي عبارة عن محمية ومسموح للناس تيجي عليها، يعني مش خاصة. صورنا فيها أكثر من مرة صحيح، وفيها فطر كويس، وإذا لقينا فطر ممكن إن شو اسمه نقطفه مع بعض على الكاميرا مباشر. أنت وحظك اللي بتتفرج معي، انت وحظك. هاي البوابة الرئيسية. طبعا حاطين لك شوية تعليمات لانه الناس معاهم كلاب كثير هون. بقول لك اذا معاك كلب دير بالك عليه ولا تطلقهوش على الناس وخليه بالهذا، وانت مسؤول عن اي حركة او تصرف او كلمة بيحكيها الكلب تكون مش مناسبة. بدنا نفوت يا معلم. انا عشان نبيد وحدة بدكم تسامحوني شوي. ها وما نفوت. شايفين؟ وهذا شجر الزان. وهاي للي بيسأل عن الغابة شو هي، هذا هي مشان تريحوني من الجواب. هذا هي جوبيونز وود نيتشر ريزيرف. وشوف شو حاطين لك صورة فطر، قد ما فيها فطر. شايف العاد شغلة لايقة، شغلة لايقة ومتكتكة. الله يسعدكم. هذا يا اخوان هذا شجر زان. ها هذا شجر زان، طلعنا عنه حلقة. وفي شجر زان احمر ان شاء الله بطلع عنه حلقة بإذن الله. احنا بنقول بإذن الله. خلينا احط لك علي شوية مليح التغيير. شايف هذا شجر الزان مليان يا اخوان، مليان واشجار كثيرة يعني سولفنا عنها اكثر من مرة. البث هذا اول شيء صحيح، صديق الصفحة المخلص والجميل أخونا أيمن البطوش كتب على
فيديو طلعته يعني بجوز قبل ساعتين ثلاث اشي زي هيك، اللي قلت رحت على السوق وعفت حالي بالسوق ورجعت على الدار عملت قهوة وبعدين قلت اروح على الغابة، لانه انا برتاح بس بين الشجر. صحيح يعني ضمن الشغلات، او خلينا نقول يعني ضمن الشغلات اللي بتريحني اللي هو الشجر. فقال كتب قريت تعليق لايمن البطوش، قال ابو احمد ما انك رايح على الغابه بدها مباشر. قلنا له تكرم تكرم يا ابو البطوش تكرم، ويكرم جميع المتابعين اللايقين المرتبين المتكتكين كلهم. ما بدناش نطول المرة هاي، عن جد ما بدناش نطول، خلينا نقول يعني بس ربع ساعة زمن بالكثير، أنا بقول مليح ربع ساعة زمن بالكثير، مشان كل مرة بنقول بدناش نطول. وبعدين في بلوط، بلوط مليان، شجر البلوط مليان. خليني أقلب لك الكاميرا لهناك، شجر البلوط مليان كثير. نعم، خلينا نروح في هنا منطقة يعني لايقة وكويسة. شوف لي بس هون كيف الأشجار والدنيا والقصاقيص والعالم، وبدنا نروح نتمشى شوية. هاي يا اخوان كمان هاي شجرة زان، طبعا هاي شايف الجزء اللي نايم منها سبحان الله بس عايش، طبعا مقصوع قصع. وهاي شجرة زان يعني كبير كثير بالعمر، يبدو انها كبير كثير بالعمر، لانه عادة بكون ملس بس سبحان الله لما تكبر كثير يعني بتجعد شوية. شايف؟ وبدنا نروح احنا. المرة هذيك جينا لقينا فطر من هون، وعادة المكان اللي بتلاقي فيه فطر بترجع بتلاقي فيه فطر. وفي تركنا هون مرة واحد صغير قلنا خليه يكبر شوية. مشكلتي مش لابس البوط تاع الغابات، لابس بوط عادي. هذا هنه سبحان الله. يا سلام يا سلام يا ابو احمد يا ابو احمد، خلينا اورجيك اياهن. اول شيء اللي حضر الفيديو السابق، اللي حضر الفيديو السابق قلت لكم يا عمي هذول صغار ما بدي الاقيهن برجع لهن. هذا هن شايف شلون؟ هذول اللي حضر الفيديو تاع اول قلنا شو اسمه؟ قلنا هذول صغار بدنا نرجع لهن بعدين. هذا هن. يا سلام يا سلام، لا بعده طري طري والله، بسرعة كبر خلال يومين سبحان الله، خلال يومين كبر. شايف؟ خليني أحط الهاي. شو رأيكم نقطفه قدامكم على الكاميرا ولا نسولف وبعدين نرجع له هذا الفطر؟ كبرانات سيبوني في حالي سيبوني في حالي. أختي أو أخي اللي كتب كبرانات الفطر، نعم صحيح، ومش عارف أسيبهن بحالهن ولا أقطفني قطف هيك قطف وطبخن طبخ طبخ طبخ، مش عارف. خليهن أنا بقول، واني راجع بشوف يا بقطفن يا شو اسمه. أنا بقول هيك مليح. خليني بس وقعت شو اسمه، وقعت العصاية هاي، هاي ماسكها بيد اليمين عندك بتبين بالشمال، هذا سلفي لأنه بدنا شو اسمه مشان نذكر يعني، بس على السلفي يا أخوان اليمين بتبين شمال مشان ما حداش شو اسمه يقول يا أبو أحمد هسه أنا هاي حاطة على الشمال على كتفي شمال مبينة عندك على اليمين. لا فطرات لايقات لقيهن مع بعض، ها خلينا ننقيهم. بدي احط لك الكاميرا لايقه هيك عكسي، خليني اشوف
يا ويلي زحلقنا. وهاي هيك، ايوه هيك مليح. خلاص بلاقيهن وبخليهن بالشنتيون، وانا راجع باخذها. سبحان الله، ايش بجنن. هاي فيها منشارة، فيها سكينة، خلنا نستخدم السكينة. لا طريات طريات. شايف؟ نضب السكينة بلاش نجرح حالنا. خلينا نضب السكينة. طريات بجننن. شوف شوف. شوف يا معلم. هذا عزه. عزه عزه شوف. إذا مبين عندك أنا مش شايف شو طالع عندك. أظهرنا شوف. هذا صغير طري 100% طبعاً. تقدر تلقيه صغير. إذا كبر أكثر من هيك بعصي، بصير على الطبخ ما بستوي. أما هذا بجنن شوف. سبحان الله 100%. بدي احطه بشنته، معاي شنت، محتاط محتاط. بخلي الشنتي هون واني راجع باخذها. هاي الشنتي خليها هون، وبناخذ الهاي. بدي اورجيك شلون تركت محله، ونكمل شوي 5 دقائق وبعدين نوقف البث، ما بدناش نطول عليكم. بسم الله. بدي اورجيك محل القصة بس. شايف؟ اخوان شاركوا البث. شاركوا البث، نسينا ما نقول شاركوا البث. والله بث لايق هذا، في فطر ودنيا وعالم وسوالف لايق، اجوز الاقي نوع فطر ثاني كمان. شاركوا هالبث، والله مليح. مليح تشاركوا البث، خليكم تكتكين. المتابعين المتكتكين شاركوا البث يا اخوان. هذا هاي قصته. ها شايف؟ شوف قد ما هو طري هي. شوف 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 سبحان الله. شايف الميه هيها؟ ها تجغش جغش. شايفها على اصبعي الميه بتجغش جغش. خليناه بجدعه. شايف 100%. والله هاي سلافي لايقة طلعت. كيف بس؟ شغلة لايقة ولا مش لايقة؟ مزبوط؟ شغلة لايقة، لا تقول لي. شغلة مرتبة. والشنتي خليها هون الشنتي، ما بتروحش. ما بتروحش، خليها هون، ما حدا بصيبها. خلاص بيعرفوا انه هاي لابو احمد، ما حدا بصيبها. الفطر واحد كتب يعني برجع ينمو ولا لا. الصحيح الصحيح انه ما له علاقة. طلعنا بالفيديو انه الفطر يعني تقطعه وتخليه بالجدع ولا تخليه بالارض ما له علاقة. خيوط الفطر منتشرة في كل الارض، يعني ما لها علاقة. الابواغ هي اللي بتطلع. انا يعني سمعت كلام علمي من واحد امريكي مايكولوجيست وتخصصه بيولوجي، وإله على يعني سوالف هاي، وبنتج منتجات اسمه الله عن بالي اسمه، بس شاب محترم ويعني بحب الطبيعة زي حالاتنا، وبسولف شغلات علمية متخصص يعني. قال لك هاي من الخرافات يعني، بس أنا احتياطا يعني مش خسران شيء بخلي بهالجدع. شايف؟ خلينا نروح. غسان دقامسي، هذا فطر شلابي يا غسان دقامسي؟ يا باي منك يا دقامسي، يا زلمه كيف فطر شلابي يا زلمه؟ يا زلمه هذا الفطر اسمه فطر الفيزنت درايد صدل. هذا من اطيب انواع الفطر
للطعام للأكل، وفي فوائد غذائية وعلاجية كثيرة كثير، مش فطر شلابي يا زلمة. بضحك عليك هني؟ ما بضحك عليك أبو دقامسة، رد علي بس، رد علي. هذا النوع يعني شرحت عنه مرة شو مميزاته وشو صفاته وشلون تقطفه وهو صغير أحسن، لأنه مميز يعني صحيح. هسا المميز شلون بدي أطلع من هون أني. شوف المميز شلون بدي ألاقي لي سلافي أطلع فيها بدون ما أزحلق. ربك والحميد يعني الأرض ناشفة، هناك كان الفطر غاد، الأرض ناشفة بس يعني فيها شوية طلوع هضبة ففي زحلق، فأفضل إشي إني أمشي بالسيل، السيل والسيل ناشف مليح. خلينا نقول بسم الله ومنروح منشوف يا أخوان. واني جاي الصحيح قبل ما أصل الغابة كان في أنواع فطر شفتها، منها فطر الدجاج شايف، فيمكن انه الجو لانه بخبخت شوية مي على الخفيف، يمكن انه الجو بيساعد. الجو يعني يبدو انه بيساعد الجو شايف، بس خلوني مش حلوة اقع مرة ثانية على المباشر، والله ما هي لايقة بحقك يا ابو احمد. مرة وقعنا على المباشر وشفينا وجينا ربك والحميد يعني بوضعية كويسة ما انكسرش فينا ايش، اما اليوم ننشبي على ظهرنا ويصير فينا اشي مش لايقة يا ابو احمد، يعني مرتين بتصير مش لايقة بحقك. خليني الاقي لي محل اطلع منه هون، خلينا نطلع من هون يا سيدي ونكمل المشوار يا اخوان. بس وصلت لهون والله راحة، والله راحة. بدي اقلب لك شوية، احنا قلنا نظام المباشر عند ابو احمد 50-50، مرة عليك ومرة عليه، نحطه هناك هيك. هاي الشجرة شايف، هاي الشجرة هاي بس تمسكها زي هيك زي ورق القزاز يا اخوان، هاي زي ورق القزاز، هاي زي ورق القزاز. هاي الشجرة اسمها بالانجليزي الم تري، الم تري اي ال ام، وبالعربي اتوقع اسمها شجرة الدردار. شجرة ايش؟ مش الدردور، قرايبنا من شبول الدردور، الدردار شايف. وهاي الشجرة صابها مرض بالزمانات اللي هو الهولندي، المرض الهولندي وعفن ورجع زبط الشجر، بس لسه في شجر كثير منه مريض، بس شجرة يعني لايقة ومرتبة ولها فوائد عظيمة، وبتجتمع عليها أو حواليها أنواع فطر كثير، بتجتمع عليها أنواع فطر كثير كثير. هذا الفطر هذا معصي، هذا الصغير مليح بدناش اياه، اللي عجبني هذاك اللي غاد شايف، اللي عجبني الثانيات. اما احنا عشانه منصور وماسكين التلفون صار الوضع ايش مكهرب، بدنا نعرف نقطع. دقيقة علي يا شباب دقيقة، بدنا نعرف نحرك الجذوع هاي، ما هو اني اليوم اها عين عليك ابو احمد، روح زبطت امورك، روح يا معلم روح. المهم يا اخوان هاي الوضع زي ما انتم شايفين، بدي اقعد هون خمس دقايق اشوف قديش صار لنا على الوقت، 19 دقيقة، 25 دقيقة بكفي، كمان خمس دقايق بدي احط التلفون واشوف اسئلتكم ونرد بخمس دقائق ونوقف البث. بس بدي ادبر لي مقعد هون لايق هيك عند عجدع الشجره هذا مثلا، هيك هيك مليح. شفت الجدع هذا؟ شوف شايف مليقه؟ ها خليني ارفع الكاميرا هيك،
بس تكون قريب يعني مشان تسمع الصوت انت. ها هيك، لا بس نضل نضطر نرجعها هون هيك هيك. شايف هيك مليحة، ها هيك مليحة. بس 5 دقايق يا شباب، اعملوا مشاركات. بدي اشوف التلفون، شوف يا على اسئله. بدي افتح التلفون ثاني، عامل هوت سبوت عليه من التلفون هذا، وبالتالي المفروض اني اقدر اشوف الاسئله. المفروض على الصفحه عندي. وش شايلاني هاي؟ حاس حالي زي ساسوكي بهالهاية. مش ساسوكي بكون حاط الهاي وعلى السيف عليه. خلينا اشوف يا اخوان صفحتي واشوف الاسئله. بس الجو رايق، الحراره 20. انت شايف الجو شوي ما في شمس قويه، يعني في غيوم، في رطوبه، لاجل هيك الفطر موجود. وهاي ابو احمد بس 7 شير على المباشر، هاي مبين عندي بس 7 مشاركات يا اخوان. شكلي راح ابطل اطلع مباشر، اني ما بزبط. ايش شو 7 مشاركات؟ هلا 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 هلا. الموجودين حوالي 400، 7 مشاركات. الله يسامحكم، والله اني زعلت. يا جماعه اعملوا مشاركه. خلينا اشوف التعليقات. التعليقات التعليقات داري. اها طيب. ابو احمد هاي الغابه هاي فيش فيها حيوانات مفترسه؟ لا لا، جاوبنا عليها، ما في. القهوه وين القهوه شربناها؟ الدكتور احمد عنانزي، رائع وممتع ابو احمد، من ذوقك ولطفك الله يسعدك. الطريقة الصحيحة لقطف الفطر من جذوره لكي لا تسبب في فقدان السوائل الموجودة فيه. أحسنت، شيلوا من جذور الفطر. كل إذا بتشيلوا من جذوره بيعزروا عليك الناس، بيقول لك مشيت خلي وما خلي. قلنا خلاص مشان شو اسمه نخلص من التعليقات. بدها قهوة السوسن السوداء. شربنا قهوة، شربت لما دخت. شو معطل أسامة ابو شام؟ معطل. معطل. امبارح كنت مداوم طول النهار 12 ساعة، واول امبارح كنت مداوم طول النهار 12 ساعة. يوم معطل، بكرة وبعده مداوم، سلافة طرمة. وبعدين يا سيدي منطقة لايقة. يا مرتب العاد شيخ. كيف تعرف الفطر السام من غير السام؟ عبد الله العظمات، الفطر السام من غير السام، سولفنا في الموضوع يا اخوان. يا اخوان ما في قاعدة عامة، لا ترد على واحد بيقول لك اذا بتعمل هيك بيطلع سام، اذا بتعمل هيك مش سام. كل عائلة، الفطر عائلات، كل عائلة لها مجموعة فيها. هاي المجموعة في لها طريقة فحص معينة، بس ممكن ما تزبط على العائلات الثانية. هذا الفطر اللي هسه لقيته، اللي كان موجود على المباشر هسه، هذا الفطر واضح ومعروف وشرحنا عنه. بكون مرقط من فوق، من فوق زي الفيزنت اللي الانثاي تاعيت الدجاج البري، من تحت زي الاسفنج. هذا طري مناسب للاكل، كثير بلاقيه معصي، بكون قاسي ما بزبط معك على الطبخ. خصائصه معروفة، ريحته كويسة، مميز. هذا سهل انك تلاقيه. في ناس قالوا عنه سام ومش سام ومش عارف شو هذا سام. لا يا عمي لا، انت بجوز يكون مشتبه عليك فطر ثاني بيشبهه، ممكن ممكن، بس هذا مش سام. انا بدي اضحك عليك؟ وبعدين يا سيدي ابو احمد احكي لنا عن الحشائش مع الخصاونه، احكي لنا عن الحشائش الموجوده هناك مثل العلت، الخرفيش، الحميض، الخبيزه. خبيزه موجوده، العلت موجوده، الحميض ما بدريش، البابونج موجود، النعنع البري موجود، الثوم البري موجود، البصل البري موجود. كثير فواكه منتشرة بكل مكان، زي اللي طلعنا عنه التوت وأنواع التوتيات كلياتها. الحميض
الخردلي والحويري انا ما عمري شفتها هون، الخردلي والحويري اللي هي موجوده عندنا مناطقنا بالوديان اكثر شيء اللي بتشبه الجرجير، هاي ما شفتها انا شخصيا، ممكن تكون موجوده ما بعرف. وبعدين يا سيدي وين هاي الغابة؟ الغابة هاي منطقة اسمها هيرتفوردشير من بريطانيا، منطقة اسمها بروكمنز بارك، للي عايشين ببريطانيا يعني بهمهم يعرفوا وين الموقع. أبو أحمد خلع الفطر عليه مخالفة، لازم تقصه بالسكين حتى ينمو. عدنان رشيد، والله ما بدري منين جبت المعلومة هاي أبو رشيد. لا لا عادي هون يعني بالسكين زي ما عملت أنا بصير، ولو شلته من شرشه عادي ما في مشكلة. اللي بتشوفه أنت الفطر هذا الثمرة، بس أساس الفطر خيوط بسموها مايسيليوم، خيوط منتشرة في الأرض وفي الجذور وفي النباتات ما عليها مشكلة. هذا اللي بتشوفه أنت الثمرة، يعني عندك شجرة تفاح طلعت تفاحة إيش قطفت التفاحة، الشجرة زي ما هي، الفطر خيوط بالأرض منتشر ما لا تخافش. وبس مش شايف أني الناس تعمل مشاركات والعدد خف. ما بدي أطول عليكم وما بدي أتعبكم، وإحنا سبحان الله المباشر صار 26 دقيقة، أنا بحسه بمشي بسرعة، يعني لما بعمل مباشر بحس الوقت بطير طيار سبحان الله، ما بدري ليش ما بعرف، بجوز من المتعة من يعني الحكي والإجابة والشرح بنسى الوقت. بس صدق أو لا تصدق حوالي 26-27 دقيقة. يا سيدي على كل حال إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معانا وانبسطتوا، إجانا طلب إنه اطلع مباشر كونك رايح على الغابة ولبينا الطلب الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعملوا مشاركة، اعملوا مشاركة حتى بعد البث يا اخوان، ترى المشاركة كويسة يعني الناس تستفيد معلومة عن فطر عن شجرة عن اشي. السلام عليكم. هاي هيك وهاي هيك وهاي هيك، هاي شنطة ساسوكي ومنقول يا الله.